بزمن وحدة المسار والمصير، بزمن ضروري والشرعي والمؤقت، بزمن صارت فيه الأرض معقل للاحتلال وساحة للخطف والحبس والتعذيب، بزمن سكتوا في كل الأصوات وخنقوا كل أنفاس الحرية. صوت واحد قرر يواجه، صوت علي على كل الأصوات، صوت الحرية والسيادة والاستقلال. هو صدى تمرد الأبطال وثورة أميرهم الأحرار. هو صوت الزمور المتقطع.